يعتدى قوات الاحتلال تعتدي على مواطنة بالضرب يعني ومن أطفال يتم الاعتداء عليها وبحوزتها أطفال نعم وأيضا اعتدي على الطفلة بالضرب المبرح من قبل أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا قوات الاحتلال نعم يعني لم يحدث شيء فقط المركبة يعني قامت بالمرور من الحي قوات الاحتلال اعتدت عليها أوقفتها بشكل مفاجئ لا يعرف السبب ولكنها قامت بتوقيفها قامت بالاعتداء على صاحبة هذه السيارة وتخلط أمام يعني عين تفلقها هي تقوم الآن باحتضان ابنها الصغيرة خبيث 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 أين هو خبيث